أيام قليلة وسيتم إغلاق باب المناقصة التي أطلقتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لانتقاء الشركات التي ستؤول إليها صفقات مشروع بناء ميناء الدخل الأطلسي جنوبي المغرب، ميناء بمواصفات عالمية سيعزز البنى التحتية في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030. هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المكانة البحرية للمملكة المغربية سواء على الصعيد المتوسطي أو على الصعيد الأطلسي، وذلك من خلال تطوير 6 أقطاب مينائية كبرى من ضمنها قطب موانئ الجنوب، والذي سيتمحور أساسا حول هذا المشروع الجديد اللي هو ميناء الدخل الأطلسي. على بعد حوالي 40 كيلومتر شمال مدينة الدخلة سيتم بناء ميناء الدخلة الأطلسي بتكلفة مالية تفوق المليار دولار، غلاف مالي يعكس الدور والأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الاقتصادي والتنموي على ضفة المحيط الأطلسي باعتباره بوابة قارية لربط المغرب بعمقه الإفريقي. طبعا هذا لا يمكن إلا أن تكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المغربي، لأنه سيخلق فرص عمل، فرص استثمارية، ثم أيضا دائما الاستثمار في البنية التحتية تكون لديه عوائد على المنطقة التي تقام فيها هذه الاستثمارات. يرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن مشروع بناء هذا الميناء الذي تزامن مع الإعلان عن فتح قنصلية أمريكية في مدينة الدخلة سيعزز فرص الاستثمار بين البلدين، كما سيمكن الفاعلين والشركاء الاقتصاديين الأمريكيين من الولوج إلى السوق المحلي ومن خلاله إلى الأسواق الإفريقية. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ثالث زبون وخامس ممول للمملكة، على أن حجوم هذه المبادرات تجاوز 25 مليار من الدرهم. لكن النقل النوعية في تقديري تبقى توقيع المتحدة الأمريكية على المرسوم المؤكد لسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية مع فتح قنصلية في مدينة الداخلة. ميناء الدخل المتوسطي سيكون واجهة أطلسية للاقتصاد البحري لموقعه الجيوستراتيجي جنوب البلاد على غرار ميناء طنجة المتوسط شمالا، والذي يحتل الصدارة بين الموانئ الإفريقية الكبرى. تشكل سياسة الموانئ التي تعتمدها المملكة المغربية على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية ركنا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية لخلق التكامل الاقتصادي، وميناء الدخل الأطلسي أحد الرهانات الكبرى لتحقيق التوازن المجالي والتنموي وتعزيز الربط الجهوي والإقليمي والقاري بين كافة الشركاء. فاطمة البكاري، الحرة، الرباط.